بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي اللقاء الثالث. احنا اتكلمنا في المرتين اللي فاتوا عن الدورة المحاسبية، واتكلمنا اول حاجة التسجيل في دفتر اليومية، وبعدين عايزين عملنا الترحيل لدفتر الأستاذ. انا عامله لكم مثال صغير كده علشان نراجع فيه اللي فات وبعد كده نكمل ان شاء الله. ففي المثال ده بيقول بدأ صاحب المنشأة أعماله التجارية بإيداع 1,000,000 جنيه حساب جاري المنشأة لدى البنك. طيب احنا عارفين بقى ازاي هنعمل التسجيل. هقول مين دلوقتي في الطرفين هنا، البنك أصل زاد، رأس المال هو اللي عاطي، يبقى رأس المال دائن. يبقى هاجي أقول كده 1,000,000 من حساب البنك، 1,000,000 الى حساب ايه؟ رأس المال. دي اول عملية نمرة واحد. طيب تاني عملية، اشترى بضاعة، اشترينا بضاعة اصل زاد، وقلنا ما بنشتري اسمها مشتريات، تمام، وسددنا نص القيمة بشيك والباقي بالاجل، وانا اشتريت من حد اسمه حسن، محلات حسن، تمام. طيب يبقى انا اشتريت اصل بضاعة زاد واسمها مشتريات، يبقى هنيجي نقول 500,000 من حساب المشتريات، سددت نص القيمة بشيك، يبقى إلى مذكورين البنك أصل نقص، دفعت البنك أصل نقص، يبقى إذن عندي 250,000 حساب البنك، الباقي بالأجل. يعني معنى كده في حد شخص دائن ليا بالباقي، يبقى اجي اقول 250,000 كده حساب ايه؟ دائنون، والراجل ده اسمه حسن. طيب دي العملية نمرة اتنين. العملية نمرة تلاتة بيقول ايه؟ بعنا بضاعة لمحلات الامل ب 200,000 وحصلنا نص القيمة بشيك والباقي بالاجل، تمام. طيب هيجي اقول ايه هنا دلوقتي؟ انا بعت بضاعة، حصل ايه الاصل البضاعة؟ نقص. يبقى اما بيع اصل هخليه دائن، وبعناها يبقى اسمها مبيعات، وقلنا المبيعات دايما دائن. يبقى هاجي اقول كده البضاعه دي ب 200,000 دائن، يبقى اقول الى حساب المبيعات. طيب مين بقى المدين؟ بقول من مذكورين البنك، حصل نص الثمن، يبقى البنك زاد اصل بالمبلغ 100، وعندي يعني جهة خدت مني بضاعة وما دفعتش فلوس، اسمها ايه؟ محلات الامل. يبقى دي حساب مدينون اللي هم اسمهم ايه؟ محلات الامل بمية. ودي القيد نمرة تلاتة. القيد نمرة اربعة بيقول المحل بتاعنا سدد نص المستحق لمحلات حسن بشيك. هو محلات حسن ده كان ليه كام؟ كان ليه 250، دائن ليا ب 250، دفعت له النص، يبقى دفعت له 125، يبقى حصل ايه للخصوم دي للدائنون دي؟ نقصت. وانا دفعت عن طريق ايه؟ عن طريق البنك، يبقى البنك نقص، يبقى حصل نقص في خصم هخليه مدين، ونقص في اصل هخليه ايه؟ دائن. يبقى هاجي اقول كده 125 من حساب دائنون اللي هو حسن، و 125 الى حساب ايه؟ البنك. دي نمرة اربعة. اخر حاجة، اخر عملية، انا قلت لك مثال بسيط. اخر عملية سددنا الايجار والاجور بشيك، يبقى انا عندي مصروفات دايما مدينة، فاجي اقول كده من مذكورين 20,000 اللي هم حساب ايه؟ ايجار محل، و 30,000 حساب أجور عمال، 50,000 إلى حساب إيه؟ إلى حساب البنك، البنك أصل نقص والمصروفات دايما مدينة. يبقى أنا كده سجلت في دفتر اليومية، وإنت بقى برضو المفروض تعود نفسك تحل لوحدك بعد كده. طيب عايزة بقى أرحل لدفتر الأستاذ، همسك كل قيد من هنا وافتح لكل حساب
لكل طرف حساب مستقل بدفتر الاستاذ. هاجي حساب البنك اهو، حساب البنك هفتح له اهو حساب، وزي ما اتفقنا ده حساب البنك، هو هنا مدين وهو هنا دائن، يعني كل مدين باجي في جانب المدين احط، كل دائن اجي في الجانب الدائن احط. طيب هاجي اول حاجه البنك هنا، من البنك يبقى البنك ايه؟ مدين. بكام؟ بمليون. يبقى اجي احط المليون اهم، واذكر اسم الطرف الاخر الى حساب راس المال. خلاص؟ لازم الطرف التاني، الطرف التاني هو ايه؟ ادي حساب راس المال. طيب راس المال، راس المال في هذا القيد، راس المال ايه؟ دائن. برضو بكام؟ بمليون. اجي في الجانب الدائن احط مليون، دي مليون، واقول اسم الطرف التاني من البنك. ده اول قيد. تاني قيد، القيد بيقول من المشتريات الى البنك وايه؟ والدائنون. طيب البنك عندي مش هفتح له، يبقى هفتح حساب للمشتريات اهو، وهفتح كمان حساب لايه؟ وهفتح كمان حساب للدائنون، بس الدائن هنا بتاعي ده اسمه حسن. لو عندي كذا دائن يبقى هفتح حساب لكل دائن عشان اعرف كل واحد ليه كام. تمام؟ يبقى هنا كده اهو، ادي دائنون وابتدي ارحل. المشتريات زي ما قلت لك، المشتريات هنا ايه؟ مدينه. يبقى اجي على جانب المدين واحط المبلغ 500,000، واقول اسم الطرف الثاني ايه؟ الى مذكورين. خلاص؟ طيب البنك، البنك دائن، عندي حساب للبنك هروح اروح له بقى. البنك انت دائن؟ اه. بكام؟ ب 250. يبقى اجي احط ال 250,000 واقول ايه؟ واقول 250,000 هنا من حساب المشتريات. يبقى بحط المبلغ واقول اسم الطرف الاخر. طيب حساب الدائنون اللي هو حسن ده دائن بكام؟ ب 250. يبقى اجي احط 250,000 واقول اسم الطرف الاخر اللي هو برضو ايه؟ من حساب المشتريات. تمام؟ طيب بعد كده القيد الثالث، عندي من مذكورين البنك والمجنون الى المبيعات. البنك عندي هروح له، البنك هنا ايه؟ مدين ب100. يبقى اجي في جانب المدين اقول 100، واقول ايه؟ اسم الطرف الثاني الى حساب المبيعات. تمام؟ طيب المجنون عندي حساب اسمه مجنون؟ لا. يبقى اجي اقول هنا حساب مجنون، والراجل المدين ده اسمه ايه؟ محلات الامل. طيب هنيجي بقى المجنون، المجنون هنا ايه؟ مدين ب100. يبقى اجي في الجانب المدين احط 100، واقول اسم الطرف الثاني الى حساب المبيعات. خلاص؟ طيب بعد كده المبيعات، المبيعات عندي حساب اسمه مبيعات؟ لا. يبقى اجي افتح حساب كده اسمه المبيعات. المبيعات هنا ايه؟ دائن. يبقى اجي في الجانب الدائن احط قيمه 200,000، واقول اسم الطرف الاخر من مذكورين. تمام كده؟ طيب العمليه اللي بعد كده بيقول ان حصل ان احنا سددنا للدائنون اللي هو حسن ده 125. يبقى حسن هنا الدائن ده هنا في العمليه دي مدين ب 125. يبقى اجي اقول هنا 125,000 في الجانب المدين اهو عند حسن، 125، واقول اسم الطرف الاخر ايه؟ الى حساب البنك. تمام كده؟ طيب
احنا ماشيين واحدة واحدة. البنك هنا ايه؟ البنك لا، البنك دائن. يبقى اجي في الجانب الدائن اقول 125,000 من حساب دائنون اللي هو حسن كده، تمام. اخر حاجة، اخر قيد، عندي ايجار واجور مالهمش حسابات، يبقى اجي افتح حساب اهو، هفتح حساب ايجار محل اهو، وادي حساب اجور عمال. البنك عندي مش هفتح له تاني. طب الايجار ايه؟ مدين بعشرين، يبقى اجي في الجانب الدائن المدين احط 20,000 واقول الى حساب البنك. طب الاجور مدينة برضو، يبقى اجي اقول 30,000 الى حساب البنك. طيب البنك، لا البنك دائن، يبقى اجي عند البنك اقول 50,000 من مذكوري. يبقى لازم تخلي بالك ان كل عملية مالية مسجلة ما تسيبهاش غير اما تخليها تأثر على ايه؟ على حسابين في دفتر الاستاذ. العملية اللي انا عملتها معاك دي اسمها ايه؟ اسمها الترحيل الى دفتر اليومي. يبقى هو بيقول لك سجل ورحل ورصد بقى. طيب بعد ما رحلت كده هو البنك فيه كام؟ المبيعات فيها كام؟ المشتريات دي فيها كام؟ ده بقى ايه الترصيد. الترصيد بنعمل ايه؟ باجي في كل حساب اهو، واجي اشوف كده اقول الجنب المدين اكبر ولا الدائن. لو جمعت هنا هتلاقيهم 1,100,000. طيب وهنا عندي 250 و125 375 و50 425. يبقى اكيد بقى مين اللي اكتر؟ اكيد مين اللي اكتر؟ اهو الجنب ده الاكتر اللي هو الجنب المدين. اجي اجمعه وانزله في الناحيتين، اقول هنا 1,100,000، 1,100,000، وانزل في الناحية التانية برضو 1,100,000، واقول هنا فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه عشان يبقى 1,100,000؟ يبقى انا عندي هنا رصيد اللي هو المتمم الحسابي بين الناحيتين، رصيد بتاع ايه؟ بتاع 31,000، رصيد بتاع 31,000 اللي هو المتمم الحسابي. احنا قلنا دول كام؟ قلنا 1,100,000، وقلنا 255 و300 و125 375 و50 يبقى 400 ايه؟ 25. نطرحهم من بعض، يبقى هنا 0 0 0 وهنا 5 وهنا 9 وهنا ايه؟ 5 وهنا 8 وهنا 10 عشان 4 6. يبقى هنا 605 و لا دي 70، 675. يبقى عندي رصيد هنا قد ايه؟ 675. الرصيد ده لازم لازم تبقى عارف كويس جدا ايه نوعه، مدين ولا داين. طبعا مدين. ليه؟ لانه اصل، ولان الجانب المدين اكتر، انت منزله في الناحيتين، يبقى المتمم هنا ده رصيد مدين. وكقاعده كده اهي، الرصيد يظهر في الجانب المعاكس لطبيعته، عكس طبيعته. ليه؟ لان انا الشهر الجديد هنقله بقى في مكانه، هنقله في المكان الصح بتاعه، تمام كده. طيب رأس المال سهل، رأس المال هنا 1,000,000، 1,000,000 دائن، مفيش حاجة في المدين، يبقى 1,000,000 هنا، يبقى عندي 1,000,000 رصيد ايه؟ رصيد دائن، خلاص. طيب المشتريات، المشتريات 500 اهي، 500 هنزلها في الناحيتين لان الناحية التانية ما فيهاش حاجة، 500 يبقى في 500 رصيد مدين. طيب خلي بالك الدائنون مين اكتر؟
هنا 250 وهنا كام؟ 125، يبقى 250 اكتر، هنزلها 250,000 في الناحيتين، يبقى فاضل هنا 125 رصيد. ايه نوعه؟ رصيد داين. طيب المدينون، المدينون 100,000 في الجانب المدين، هنزلهم 100,000 ويبقى عندي 100,000 رصيد مدين. طيب المبيعات الجانب الدائم 200، هنزلها برضو في هنا 200، يبقى عندي 200,000 رصيد ايه؟ رصيد دائم. الايجار مدين ب20، مفيش حاجة في الناحية التانية، يبقى 20، رصيد ايه نوعه؟ مدين. الاجور 30، هنزلها في الناحيتين، يبقى هنا 30 ايه؟ رصيد مدين. يبقى انا عملت ايه؟ رحلت ورصدت، خلاص عملت ترحيل، معلش الحتة صغيرة هنا، عملت ترحيل وترصيد الى ايه؟ الى ترحيل للاستاذ وترصيده. انا مديك مثال صغير قوي. يبقى اذا البنك فيه رصيد ايه؟ مدين بهذا المبلغ. رأس المال رصيده دائم بمليون، المشتريات رصيدها مدين ب500، الدائنون رصيده دائم ب125، المدينون رصيدهم مدين ب100، المبيعات رصيدها دائم ب200، الإيجار رصيده إيه؟ مدين ب20، الأجور رصيدها مدين بإيه؟ ب30. تمام؟ ده اللي إحنا بنسميه الترصيد. يعني جيت في اخر يناير اقول لك معاك كام في البنك؟ هتقولي 675,000. طب انا عليا مدينون، ده في واحد في مدين عليه 100. طب انا في دائنون ليهم حاجه؟ في واحد دائن ليه 125. يبقى هنا ده اسمه الترصيد. الخطوه اللي بتلي ذلك اسمها اعداد ميزان المراجعه، عشان اتاكد ان انا سجلت صح وعملت ترحيل صح وترصيد صح. باجي بقى من هذا المثال بعمل حاجة اسمها ميزان المراجعة. يبقى الخطوة اللي بعد كده إعداد، ثالثا إعداد ميزان المراجعة. في ميزان مراجعة بالمجاميع، وفي ميزان مراجعة بالأرصدة، وفي بيشمل الاتنين. انا هعمل لك الاثنين مع بعض، لكن ممكن اعمل كده، يعني ده لوحده كده ميزان مراجعه بالمجاميع، وده لوحده كده ميزان مراجعه بالارصده. يبقى هنا ده ميزان مراجعه بالمجاميع. في عندي جواه مجاميع مدينه ومجاميع دينه، وهنا ميزان مراجعه بالارصده. عندي هنا مدين وعندي هنا ايه؟ دائن. وهنا بقى ايه؟ اسم الحساب. ففي المثال الصغير بتاعي ده، لو خدت البنك قلت حساب البنك المجموع المدين كام؟ يبقى هنا حساب البنك المجموع المدين 1,100,000. طيب المجموع الدائن قبل ما رصد، المجموع الدائن قبل ما رصد قلنا 250 زائد 50 يبقى كام؟ 250 زائد 50 يبقى 300، و 125 يبقى 425. يبقى عندي رصيد الجانب المجموع المدين 425. يبقى معنى كده عندي رصيد ايه؟ طبعا الاكبر، الرصيد المدين الأكبر بكام؟ الفرق بينهم اللي احنا طلعناه 675 رصيد ايه؟ مدين. طيب لو خدت رأس المال، ادي حساب رأس المال اهو، حساب رأس المال المجموع، احنا بنتكلم قبل الترصيد، المجموع المدين كام؟ 1,000,000. الدائن ايه؟ مفيش، صفر. يبقى هنا المجموع رأس المال المجموع الدائم 1,000,000،
والمجموع المدين مفيش، يبقى معنى كده في رصيد داين بمليون. طيب المشتريات، المشتريات المجموع قبل الترصيد المدين بكام؟ 500. الدائن مفيش، يبقى المشتريات، يبقى ادي حساب المشتريات. المجموع المدين 500 مفيش دائن، يبقى معناه كده ان في رصيد مدين ب 500. طيب الدائنون، الدائنون المجموع الدائن بكام؟ 250. المجموع المدين قبل الترصيد 125. يبقى هاجي اقول حساب دائنون اللي هو حسن، المجموع الدائن كان 250 والمجموع المدين كان 125، يبقى في رصيد قد ايه؟ مين الاكبر؟ الدائن. يبقى الرصيد الاكبر 125 اهو. طيب فاضل ايه كمان؟ المدينون، المدينون الرصيد المدين 100، يبقى احنا قلنا خلاص المدينين، المجموع المدين كان 100، مجموع المدين كان 100 والمجموع الداين 0، يبقى عندي رصيد ايه؟ مدين 100. المبيعات، المجموع الدائن 200، المجموع المدين مفيش، يبقى عندي رصيد دائن بايه؟ ب 200. ايجار المحل، المجموع المدين 20، المجموع الدائن 0، يبقى عندي رصيد ايه؟ مدين 200. اخر حاجه اجور عمال، المجموع المدين كان 30 والمجموع الدائن مفيش، يبقى عندي رصيد ايه؟ رصيد دائن ب 30. يبقى اذا انا عملت اهو ميزان مراجعه بالمجاميع وميزان مراجعه بالارصده. لازم خلي بالك بقى كل حاجه لوحدها، لازم المجموع المدين ده يساوي المجموع الدائن ده لازم، ولازم الرصيد اهو هعمله حتى ايه شكل تاني، ولازم الرصيد الدائن المدين ده يساوي الرصيد الدائن ده. يبقى هنا لو اجمع لازم يتساوى مع دوت، ودوت لما اجمعه لازم يتساوى مع ده، عشان اتاكد ان كل العمليات اللي انا عملتها ماشي، ماشيه بالتسلسل الصحيح. طيب يبقى اذا انا خدنا التسجيل في دفتر اليوميه والترحيل للاستاذ وعملنا ميزان مراجعه، لو طلب مني بالمجموع بس اهو، لو طلب مني بالارصده بس اهو، بالاتنين مع بعض، لازم بقى اتاكد ان الجنب ده كله يساوي المجموع المدين يساوي المجموع الدائن، والرصيد المدين يساوي الرصيد الدائن. تمام. طيب هنرجع بقى ايه، ده المثال اللي كنا حليناه المره اللي فاتت. انا عايزاك بقى اهو، انا عايزاك المثال دوت تعمل كل العمليات اللي انا عملتها في المثال الصغير، يعني تعمل كل الحسابات وتعمل ميزان المراجعه بالمجاميع وميزان المراجعه بالارصده، وتطلع بقى ايه الميزان المراجعه، وتتاكد ان مجموع بتاع المجاميع متساويين والارصده متساويين. طيب هنخش في الوحده الرابعه اللي هي هنبتدي بقى ندخل في التفاصيل بتاعه العمليات الماليه. احنا قلنا احنا هنسجل كل العمليات الماليه. ايه العمليات الماليه؟ اول نوع اللي هو تكوين راس المال والعمليات الراسماليه. هناخد هنا في هذه الوحده تكوين راس المال والمسحوبات والعمليات الراسماليه. يعني ايه تكوين راس المال؟ احنا خدنا ان صاحب المنشاه هيبدا اعماله، فبيبتدي يحط اموال في المنشاه. الاموال دي قد تاخذ شكل نقدي او عيني او اصول وخصوم. تمام. يبقى يا اما يدينا فلوس، يا اما يدينا بضاعه، يدينا ارض، يدينا مبنى، يبقى مدينا اصول عينيه، او يديني مجموعه من الاصول والخصوم. طيب هنفترض ان ده المثال الاول، ان واحد هيدينا نقدي بس، فبيقول في واحد اسمه المغربي هيكون منشأة ب 600 ألف، وحط في الخزنة مبلغ
150 والباقي حطه في البنك. تمام؟ فدي خدناها قبل كده. بنيجي نقول ايه؟ والله انا عندي اصول زادت، فباجي اقول من مذكورين الخزينه والبنك الى راس المال، وده ايداع ايه؟ مبلغ نقدي. طب افرض ان هو الراجل ده هيدينا مجموعه من الاصول، يعني مش بس فلوس، هيديني اصول. ففي الحاله دي بسيطه قوي، هاجي اقول من مذكورين الاصول المعطاه الى راس المال. ففي مثال اخر هو بيقول ان هو ادانا عقار، ادانا سيارات، ادانا اساس، وادانا مبلغ نقدي، الباقي حطه نقدا. فباجي اقول من مذكورين الاصول دي الى حساب ايه؟ راس المال. طب نفترض بقى ان هو هيدينا مجموعه من الاصول والخصوم. يبقى في الحاله دي واحد هو هيدينا اصول، هخلي الاصول مدينه، والخصوم ايه؟ دينه. الصافي الفرق بينهم هعمله لحساب راس المال. يبقى الفرق هعمله لحساب ايه؟ راس المال. تمام؟ يبقى اذا اهو زي ما احنا شايفين الراجل ده ادينا. طيب في الحاله دي بقى هعمل ايه؟ هقول من مذكورين الاصول كلها الى مذكورين الخصوم، والفرق هيبقى راس المال. يبقى اذا لو جمعت كل الاصول وطرحت منها الدائنين اللي هي 90,000، هيبقى راس المال 600. يبقى ده بالنسبه لايه؟ لتكوين راس المال. طيب يبقى إيه؟ لو لاحظت في كل الامثله اللي قلناها قبل كده راس المال داين، نقدي يبقى من النقديه او البنك، اصول يبقى من الاصول، لو اصول وخصوم يبقى من مذكورين الى مذكورين. طيب بالنسبه للمسحوبات، المسحوبات ده صاحب المنشاه قد يسحب مبالغ نقديه لاستخدامه الشخصي، ملوش دعوه بالمحل، لاستخدامه الشخصي، او يسحب بضاعه برضه لاستخدامه الشخصي. ففي الحاله دي زي ما قلت لك المسحوبات دايما مدينه، يبقى اقول من المسحوبات. لو سحب مبلغ من الخزينه يبقى الى الخزينه، اصل نقص. لو سحب من البنك يبقى الى البنك، اصل ايه؟ نقص. طب لو سحب بضاعه، طب واحد يقول لي البضاعه دي هتكون بسعر الشراء ولا بسعر البيع؟ لان هو ده صاحب منشاه ممكن ياخد بضاعه بسعر الشراء، يبقى اخد دلوقتي من المشتريات. وفي الحاله دي هقول الى المشتريات، ودي الحاله الوحيده اللي بتكون فيها المشتريات ايه؟ دائنه. اما اذا سحب بضاعه بسعر البيع يبقى بقول الى حساب المبيعات. بمعنى بقى ايه؟ ان دايما المسحوبات مدينه، وبقول من المسحوبات الى حسب طريقه السحب اللي هو سحب. فهنلاقي مثلا لو خدنا مثال، قام صاحب المنشاه بسحب 5000 جنيه من خزينه المنشاه لاستخدامه الشخصي، كما سحب بضاعه للاستخدام المنزلي تكلفتها 3000، كما اخذ جهاز حاسب آلي من المنشاه لحاجه ابنه، وقدرت قيمه الجهاز بمبلغ 6000 جنيه. عايزين نسجل قيد اليومي، ممكن نعمله قيد بسيط وممكن نعمله قيد مركب. يعني ايه قيد مركب؟ يعني سحب ايه كله وبعدين اقول من المسحوبات الى مذكورين. فهنيجي كده نشوف القيد في تاريخ السحب، هقول من المسحوبات. هو سحب ايه؟ سحب ثلاث حاجات، سحب 5000 نقديه، وسحب بضاعه بسعر التكلفه، وسحب من الحاسبات الآلية أصول، يعني أصول أصول بقولها باسمها. يبقى بقول من المسحوبات إلى مذكورين، الخزينة، المشتريات، الحاسبات الآلية. تمام؟ يبقى زي ما احنا اتفقنا قبل كده رأس المال دايما دائن، بينما المسحوبات دايما إيه؟ مدينة. في نهاية السنة المالية بقى المسحوبات دي لازم اقفلها في راس المال. اقفلها في راس المال يعني ايه؟ يعني هخفض راس المال بيها. وفي الحاله دي بقول القيد ايه؟ بقول من راس المال الى المسحوبات. يبقى حصل القيد ده ايه؟ قفلت المسحوبات وخفضت بيها راس المال، لانه الراجل دوت سحب وبالتالي تم تخفيض راس المال. بس الكلام ده بيحصل في نهايه السنه. طيب احنا دلوقتي في هذا الفصل قلنا هنتكلم اتكلمنا عن على تكوين راس المال، واتكلمنا عن المسحوبات. هنتكلم عن العمليات الراسماليه. نعني بعمليات الراسماليه شراء اصول ثابته. عند شراء اصول ثابته بيذكر الاصل باسمه، يعني اشتريت سياره، اشتريت اساس، اشتريت اي اصل ثابت بيذكر باسمه. طب تكلفه الاصل دي هنلاقيها عباره عن ايه؟
تكلفه الاصل عباره عن ثمن الشراء الاصلي. طيب لو في اي خصومات خصم، يعني خدت خصم بشيله. بعد كده بضيف اي مصروفات تنفق على الاصل حتى يصبح صالحا للتشغيل. يعني لو رسوم جمركيه، ضرائب، اي تكاليف خاصه باقتناء الاصل، مثلا جبت اي خبير اجنبي يدرب العمال على هذا الاصل، مثلا سفرت عمال للخارج علشان يتعلموا هذا الاصل، كل دي بتضاف لقيمه الاصل. يبقى اذا ايه هي تكلفه الاصل؟ مش بس ثمن الشراء، ثمن الشراء زائد اي مصروفات تنفق عليه حتى يصبح صالحا للتشغيل. شراء الاصل سهل، الاصل بنشتريه فبقول من الاصل. طب هدفع ازاي؟ اذا دفعت نقدا يبقى الطرف الدائن الى الخزينه، دفعت بشيك يبقى الى البنك، ما دفعتش يبقى في حد دائن بهذا المبلغ. يبقى عند شراء اصل ثابت بقول باسمه من الاساس، من السيارات، من المباني، من الاراضي، الى نقديه اذا تم شراء نقدا او البنك، او ما دفعتش يبقى عندي حد دائن بهذا المبلغ. طيب في مثال بنقول اشترت المنشأة سيارة ب80,000 بالاجل، يبقى في حد دائن بالقيمة، وتحملت الشركة نفقات اخرى تمثل في ضريبة المبيعات ب12,000 ومصاريف نقل وشحن بلغت 500، المبالغ دي سددت نقدا، اللي هي المصاريف بتاعة النقل والشحن والكلام ده. طيب هاجي في يوم 25 اقول ايه؟ انا اشتريت سيارة، حد يقول لي ثمنها كام بقى؟ لا اوعى تقول لي 80، لا دي ثمنها 80 زائد ال 12 زائد ال 500، يبقى ثمنها كام؟ 92,500. يبقى هاجي اقول 92,500 من السيارات، يبقى هاجي اقول كده من حساب السيارات 92,500 الى ايه؟ إذا أنا ما دفعتش ثمن السيارة يبقى عندي حد دائن بهذه القيمة، يبقى إلى الدائنون ب 80,000، لكني دفعت المصاريف الشحن ودفعت الضريبة المجموعهم كام؟ 12,500 دفعتهم عن طريق الخزينة، يبقى بقول من السيارات إلى مذكورين. خلي بالك السيارات تشمل ثمن الشراء زائد ال 12,000 وال 500، يبقى 92,500 إلى الدائنون والخزينة. العملية بعد كده بيقول ان احنا دفعنا رسوم مصاريف ترخيص للسيارة، دي مصروفات عادية، فبقول 1,500 من مصاريف الترخيص للسيارة الى حساب الخزينة. طيب بعد كده دي بالنسبة اي عملية شراء اصل ثابت بتكون بهذه الطريقة. طب افرض بعت الاصل، خلاص بعته يبقى الى حساب ايه؟ الى حساب الاصل. يعني عندي سيارة قديمة بعتها وخدت القيمة نقدا، يبقى اقول من النقدية الى السيارات. يبقى عملية شراء الاصل زي ما قلنا ثمنه ايه، ولكن عملية البيع عملية عكسية، وفي حالة البيع طبعا اصل السيارات بينقص او اي اصل ثابت بينقص، ومقابله بيحصل تحصيل لايه؟ للمبلغ المحصل نتيجة عملية البيع. طيب الوحدة الخامسة هنتكلم في العمليات الإيرادية، وهي العمليات الإيرادية دي اللي هي بتقوم أساسا على تشغيل المنشأة وتحقيق الإيراد، لأن عملية الشراء بتاعة الأصول الثابتة وبيعها والكلام ده هي عملية للاستخدام. خلي بالك الأصول الثابتة تعرفها إيه؟ إنها تشترى بغرض الاقتناء، بغرض إيه؟ الاستخدام وليس البيع. يبقى انا بشتريها عشان استخدمها، استخدمتها بقى 5-6 سنين وعايز اجددها، ده معلش، لكن انا مش بعمل عمليه بيع ومكسب فيها. تمام؟ هنا بعمليات الايراديه دي اللي بيتحقق منها ايرادات، بشتري بضاعه وببيعها وبكسب وكده. فهنا بتتضمن عمليات البضاعه. البضاعه دي احنا اتفقنا قبل كده لما شرحنا انها لو اشتريتها اسمها مشتريات. المشتريات نوعين، اجله ونقدية. النقدية هي ايه؟ بشتري بضاعة وادفع القيمة فورا، يعني لو استنيت كمان ساعة تبقى اجلة. يبقى لازم الشراء النقدي يعني ايه؟ السداد الفوري.
طيب الاجل بقى، انا معيش فلوس دلوقتي، فبقوله طب بعد اسبوع بعد اسبوعين كده، ده اسمه اجل، يبقى عندي شخص دائم بهذا المبلغ. طيب يبقى اذا المشتريات الاجله او بنسميها على الحساب، المشتريات دي دايما زي ما احنا اتفقنا، المشتريات مدينه دايما دايما، فبقول من المشتريات الى مين؟ الى المورد الدائن ده. بس اوعى تنسى، في حالة واحدة بتكون فيها المشتريات داينة، قلناها مع ايه؟ مع المسحوبات. لو سحب صاحب المنشأة بضاعة بسعر التكلفة، فدي بقول من المسحوبات الى المشتريات، ودي الحالة الوحيدة اللي بتكون فيها المشتريات ايه؟ المشتريات ايه تاني يا جماعة؟ داينة. لكن عادة المشتريات ايه؟ مدينة. فاذا اشتريت بالاجل، بقول من المشتريات الى مين؟ الى المورد اللي هو اداني بضاعة بدون ايه؟ بدون ما ياخد فلوس. طيب اما اجي بقى اشتري نقدا، بقول من المشتريات الى الخزينة او البنك. ناخد امثلة. هنا اشترت منشأة السلام بضاعة من محلات الامانة ب2000 جنيه، وفي 10/7 قامت منشأة السلام بسداد المستحق لمحلات الامانة. خلي بالك انت لازم تعرف انت بتسجل في دفاتر مين. انا اشترت محلات منشأة السلام، يبقى انا بسجل في منشأة السلام، انا المحاسب بتاعهم. فهقول القيد هنا ايه؟ من المشتريات الى محلات الامانة. دي اول حاجة اللي في 1/7، من المشتريات الى محلات الامانة، اشتريت بضاعة على الحساب. بعد شوية، بعد في يوم 10، منشأة السلام دي بقى ايه؟ سددت المستحق عليها. يبقى هجي اقول ايه؟ مين اللي اخد الفلوس ديت؟ مين الدائن اللي تسدد له؟ محلات الامانه. يبقى اقول من محلات الامانه الى حساب الخزينه، لان انا سددت ايه؟ نقدا. ده بالنسبه للمشتريات الاجله. طيب بالنسبه للمشتريات النقديه، دي زي ما اتفقنا سهله جدا، بقول من المشتريات الى النقديه او البنك حسب طريقه ايه؟ سداد المشتريات. وهو بيسال على كده، لو اشترينا منشأة السلام اشترت بضاعة ب10,000 جنيه من محلات النجاح وسددنا القيمة نقدا، خلاص ما بتهمنيش اسم منشأة محلات النجاح دي. ليه؟ لأن أنا سددت لها، الطرفين عندي المشتريات مدين والنقدية أو الخزينة إيه؟ دائم. طيب المبيعات برضو اتكلمنا عليها قبل كده، المبيعات بيحصل إيه في أصل البضاعة؟ بينقص. يبقى المبيعات بتعمل نقص في اصل البضاعه، واحنا اتفقنا قبل كده ان المبيعات دايما دائنه، ما فيهاش استثناءات، دي دايما دايما. برضو المبيعات يعني انا بعت بضاعه، يا اما احصل القيمه فورا يبقى اسمه بيع نقدي، او اذا حصلت بعد شويه ان شاء الله بعد يوم يبقى اسمه بيع ايه؟ اجل. يبقى انا عندي نوعين من المبيعات، اجله او على الحساب. وفي الحالة دي أما أجي أسدد، اتفقنا المبيعات دايما داينة، بقول إلى المبيعات، يبقى من إيه؟ من العميل. من العميل دوت ليه؟ لأن العميل ده أخذ بضاعة ولم يسدد ثمنها، يبقى بقول من العميل إلى المبيعات. طب العميل ده جه سدد لي، يبقى أسدد لي مثلا نقدا، يبقى أقول من النقدية إلى هذا العميل. ناخد مثال، قامت منشأة السلام ببيع بضاعة بمبلغ 2000 جنيه إلى منشأة النجاح، ده في 1/5. وعلى فكرة طالما قال لي ما قالش أي سداد، لازم لو في سداد هيقول، ما قالش يبقى بالآجل دي على طول. طيب يبقى هاجي أقول إيه؟ 2000 من منشأة السلام إلى المبيعات، منشأة النجاح سوري، من منشأة النجاح إلى المبيعات. تمام؟ طيب ليه قلت من منشأة النجاح؟ لأنها انا بعت لها بضاعه ولم احصل قيمه، يبقى ده شخص مدين عندي. طب بيقول في يوم 10 ارسلت منشاه النجاح شيك بالمبلغ المستحق، يبقى اقول ايه؟ مين اللي اخذ المبلغ ده؟ البنك، زاد اصل زاد، يبقى اقول من البنك الى محلات النجاح، منشاه النجاح دي اللي هي كانت مدين ليا سددت، يبقى كان مدين سدد، يبقى حصل نقص في اصل المدينون، يبقى بقول من البنك الى منشاه النجاح. طيب بالنسبه ل
المبيعات النقدية دي سهلة، قلناها من النقدية أو البنك إلى حساب المبيعات، وأدي مثال سهل قوي. يبقى بقول من الخزينة إلى المبيعات. طيب يعني إيه مردودات مشتريات؟ يعني أنا اشتريت بضاعة ولقيت أي عيب فيها فبرجعها. فخلي بالك بقى للنقطة دي، أنا اشتريت بضاعة، دخلت لي بضاعة فيها عيب رجعته، فحصل إيه في أصل المخزن ده؟ رجع البضاعة، فمردودات المشتريات دي بتعمل إيه في الأصل؟ بتنقصه. يبقى دايما مردودات المشتريات دائنة عكس المشتريات. المشتريات مدينة مردوداتها عكسها، المشتريات بتزود الأصل، مردوداتها بتنقص الأصل. يبقى مردودات المشتريات دايما دائنة، بتطلع بتخرج. يبقى بقول إلى مردودات إيه؟ المشتريات. طيب يبقى زي اهو مثال، المنشأة اشترت بضاعة من محلات الأمانة ب 2000، وبعدين ردينا بضاعة ب 150. يبقى أنا اشتريت، أقول من المشتريات إلى محلات الأمانة بإيه؟ ب 2000. رديت بضاعة، يبقى أقول 150 من محلات الأمانة إلى إيه؟ مردودات المشتريات. مردودات المبيعات العكس، مردودات أنا بعت بضاعة ففيها عيب فالناس رجعوها لي او رجعوا لي جزء منها، فبيحصل ايه في اصل البضاعه؟ بتخش بتدخل، فبيحصل ايه؟ بتزود الاصل. فمردودات المبيعات عكس المبيعات، دايما ايه؟ مدينه. المبيعات بتنقص اصل البضاعه، مردودات المبيعات بتزود الاصل، فدايما مردودات المبيعات ايه؟ مدينه. طيب ناخد مثال كده، انا بعت بضاعه و ما فيش حصل فيها اي تحصيل، فبقول من محلات الامانه الى المبيعات، بعت بضاعه على الحساب. طب رجعوا بضاعه ب 500، يبقى اقول من مردودات المبيعات الى محلات الامانه. خلي بالك دلوقتي محلات الامانه دي كانت مدينه ب 2500، اما رجعت نقصت مديونتها ب 500، يعني اما تيجي تسدد لي هتسدد لي كام؟ 2000 بس. يبقى هتسدد لي الفرق بس اللي هو ال 2000. طيب بالنسبة للمردودات، بالنسبة للمردودات لو تم المشتريات كانت نقدية فمردودات المشتريات برضو هتبقى نقدية. في الحالة دي أقول من الخزينة مردودات المشتريات، وكذلك الحال بالنسبة لمردودات المبيعات. لو كانت مبيعات نقدية يبقى برضو مردودات المبيعات هتبقى نقدية، بقول من مردودات المبيعات إلى الخزينة أو البنك. طيب دلوقتي بالنسبة لي احنا بنتكلم في عمليات ايه؟ إرادية، اللي هي المشتريات والمبيعات وما يتعلق بالمردودات بتاعتهم. بالنسبة لهذه النقطة، في مرتبط بالبضاعة نوعين من الخصم، في خصم تجاري. الخصم التجاري دوت لا يسجل في الدفاتر، وبالتالي باخد الصافي واسجله في الدفتر. يعني انا مثلا بعت بضاعة ب 10000، في خصم تجاري 10%، يبقى الخصم دي 10000 في 10% ب 1000، يبقى اذا صافي قيمه البضاعه كام؟ 9000، هي اللي تسجل. يبقى النوع الاول من الخصم هو الخصم التجاري. الخصم التجاري دوت ده بيكون على بعض الاصناف عايز اخلص منها، بيكون نسبه معينه. الخصم ده لا يسجل في الدفاتر وبتسجل القيمه بالصافي. يعني مثلا اشترينا بضاعة ب 5000 بخصم تجاري، بقول 5000 في 10 على 100 ب 500، يبقى الصافي القيمة كام؟ 4500. أما أسجل أقول من المشتريات 4500 إلى محلات الأمانة. يبقى إذا لو حالة بيع يبقى أقول برضو نفس الكلام، من المنشأة إلى المبيعات. يبقى إذا معنى كده الخصم التجاري لا يسجل في الدفاتر. أما الخصم النقدي فهو مرتبط بالسداد. يعني ايه؟ زي ما قلنا عمليات البيع بالاجل والشراء بالاجل. ففي الحقيقة انا عشان انا كبائع مثلا عايز فلوس تجيلي بسرعه، فاقول والله لو سددت خلال اسبوع هديك خصم. وكذلك انا مشتري من واحد، فالبائع ده بيقول لي نفس الكلام. يبقى اذا الخصم النقدي مرتبط بالسداد، وبالتالي لا بيسجل في الدفاتر. طب لو انا بائع، لو انا اللي بايع بقول للراجل المدين ده، بقول له لو سددت خلال اسبوع هديك خصم 10%، يبقى الخصم بالنسبه لي انا ايه؟ خساره.
يبقى اسمه خصم مسموح به. لكن العكس، لو انا مشتري وهسدد في الميعاد، فالخصم ده اسمه خصم مكتسب.